أعطيت اليوم الاثنين بالجامعة الترابية لأيت أحمد انطلاقة أشغال الشطر الأول وتقديم الشطر الثاني لمشروع بناء الطريق الرابطة بين الجامعة الترابية اثنين أداي والجامعة الترابية أيت أحمد. وجرت مراسم إعطاء الانطلاقة بحضور وفد رسمي ترأسه عامل إقليم تزنيد وبحضور رئيس المجلس الجماعي وشخصيات منتخبة ومدنية، وذلك بمناسبة الذكرى 44 لانطلاق المسيرة الخضراء. ويهم المشروع تهيئة المسلك الطرقي على طول 8 كيلومترات بتكلفة إجمالية نهزت نحو 5 ملايين درهم، فيما ينتظر أن تستغرق الأشغال 6 أشهر. وفي هذا الصدد يقول رئيس الجامعة الترابية: اليوم عندنا مناسبة ديال الانطلاقة ديال جوج ديال المحاور الطرقية المهمة والأساسية في تراب الجامعة بمناسبة العيد المسيرة الخضراء. كنشكروا السيد عامل إقليم تيزنيت على الدعم ديالو وعلى الاهتمام بالعالم القروي، وكنشكروا كاع المنابر الإعلامية اللي جات عندنا وبالخصوص تيزنيت 37 اللي جات باش تدير تغطية لهذا الحدث هذا، وكنشكروا الأعيان ديال المنطقة، الفاعلين الجمعويين، أعضاء المجلس الجماعي السلطات المحلية يعني على هذا الاحتفال هذا والحضور ديالهم، وشكرا للجميع.